في الذكرى السنوية الأولى لتشكيل المجلس الرئاسي لم يلمس اليمنيون أي نتائج إيجابية، لا على صعيد الإصلاحات الاقتصادية ولا على مستوى الخدمات المعيشية. مدن بأكملها كتعز تفتقر لأدنى مقومات الحياة للعام التاسع على التوالي، بعد أن كان الناس قد ظنوا أن تشكيل مجلس العلم يمكن أن يكون خيرا من سابقه هادي. ولا تغير حاجة، من سيء إلى أسوأ. وضعنا زاد من الغلب من فحش، من زيادة بالأسعار، من قطع الطرقات، من الغلاء، من كل شيء. والشعب ضابح، حالته محالة، ولا استفدنا أي شيء. جمود في الواقع العسكري والسياسي للبلاد ووعود السعودية بدعم الاقتصاد لم تتحقق، وقرار الحكومة مسلوب ومرتهن، وانقسامات تشهدها المكونات، وصراعات بينية ومصالح شخصية هي التي ما تزال تسيطر على المشهد. ما نجد الآن بعد عام مضى من إزاحة الرئيس هادي أنه أصبح القرار مشتت. لم نجد حتى الآن أن هناك اجتماع بين أعضاء المجلس الرئاسي في آن واحد، الكثير هناك خلافات بينية واضحة بينهم، كذلك عدم استقرار الصرف، عدم استقرار الاقتصاد، قصف ميليشيا الحوثي، الجبهات متوقفة تماما. ما الجديد؟ لا نجد أن هناك جديد لصالح أبناء اليمن. حالة عدم رضا تسود الناس في المدن والشوارع، سخط شعبي وإحباط فرضه الوضع المعقد والحالة غير المنطقية، إذ كلما تصدر المسؤولون للدفاع عن قضايا الشعب استغلوها لتحقيق أولوياتهم الشخصية، يقول السكان. عام على تشكيل المجلس الرئاسي لم يتغير خلاله شيء سوى أن الأزمة المعيشية والإنسانية زادت تعقيدا، وشهدت الجبهات ركودا في مواجهات ومعارك التحرير. فما مصير اليمنيين بعد أكثر من 8 سنوات من الحرب في ظل إدارة غير مخلصة للبلاد؟